نار عانقت سماء الجزائرية إثر حادث مرور مروع راح ضحيتها 7 أشخاص وعدد من الجرحى جراء احتراق حافلة نقل مسافرين اصطدمت بسيارة. تعرفوا على التفاصيل. مجزرة مرورية أخرى شهدتها الطرقات الجزائرية بعد حادث مرور مروع لاحتراق حافلة نقل للمسافرين أودت بحياة 7 ركاب بعد اصطدامها بسيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 3 ببلدية ودائرة الحجيرة بولاية توغرت جنوب العاصمة الجزائر. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن هذا الحادث المأساوي 7 أشخاص من بينهم 3 نساء رجلان وطفلان متفحمين. جاء هذا بينما كانت الحافلة تتجه من جالمة نحو حاسم سعود قبل أن يقع الاصطدام. وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للحافلة المتفحمة وهو ما صدم الجزائريين الذين عبروا عن حزنهم وصدمتهم واستيائهم من تكرار حوادث المرور في الجزائر بشكل كبير.